FM. تحياتي، مرحبا مرحبا، نهاركم فل، الناس كلها اهلا وسهلا بكم في رونديفو جديد من ماتينال سيت ناف على اي اف ام 7:10 دقائق الجمعه 22 مارس 2024، 12 رمضان 1445، ان شاء الله يوم جمعه مبارك على البشريه الكل، وان شاء الله نهار متسمعوا فيه كان الاخبار الحلوه. باش فيسبوك راديو اي اف ام، شين يوتيوب اي اف ام تي في، مرحبا باللي تفرجوا فينا في تونس وخارج تونس، هاكم معنا باش نعملوا دورتنا على اخبار ال 24 ساعه الاخيره في تونس والعالم. اخبار باش نبداوها بحديث الرئيس قيس سعيد على النقل البري والجوي في لقائه مع وزيرة التجهيز والاسكان المكلفه بتسيير وزارة النقل مدام سارة الزعفراني الزنزني. باش نحكيو زادة على وزارة الداخلية اللي كشفت على شبكة احتكار جديدة. بن عروس الوالي يأمر بالتصدي لمراكز التدليك والوشم العشوائية. نقابة الصحفيين تنتقد قانون التصوير في الفضاء العام. هيئة المحامين باش نحكيو على أسباب التهديدات الاحتجاجات والمقاطعات اللي قاعدين يقوموا بها. في علاقة بشهر رمضان، كيما كل يوم نحكيه على استهلاك التونسي. التونسي اللي حسب المراقبين لم يقاطع اللحوم في العشرة أيامات الأولى من رمضان، بالعكس استهلك أكثر من المتوقع. نحكيه فلوس مع القرض اللي منحه الصندوق السعودي للتنمية لتطوير سكك نقل الفوسفات. في أخبارنا الرياضية نتكلم على معاينة النيابة العمومية لملعب المنزه، وفي متفرقاتنا العالمية نتكلم اليوم على دراسة مش حلوة حتى ترف ألعاب الفيديو قلك تزيد في خطر الإصابة بالعجز الجنسي. تفاصيل بعد شوية. الثمانية غير درجين، 4 فرص للعمل خارج تونس مع أيسيك. وفي ساعتنا الثانية نحكيه على مواقع التجارة على الانترنت، ونحكيه زادة ونحلو الباب نحلو الكتاب على باي بال اللي التوى لشيف النور في تونس. علاش الحكاية معطلة؟ ياسمين عملت لانكيت متاحة. يلا خلينا ننطلقوا لتاكي العادة بجنريك مسلسل رمضاني قديم، واليوم على خاطر نهار مبروك باش نسمعوا الممو. نحكيه على المسلسل اللي غير أجمي علاقة المشاهد العربي بالمنتوج اللي اسمه مسلسل رمضان. نجاح منقطع النظير، مسلسل خالد، مسلسل وثق واحدة من أهم المعارك المخابراتية ما بين مصر والكيان الصهيوني. بيان ايفيدامون فهمتوا اللي أنا نحكي على محمود عبد العزيز وعلى رائعة رأفة الهجان اللي موسيقتها أبدع في تأليفها الأستاذ الكبير عمار الشريعي. ورفعت الجمال، تعرف يكون رفعت الجمال ولا مدام جيان؟ صباح النور. صباح الخير. صباح الخير. تعرفوا المسلسل رأفة الهجان؟ اي بيان سور، اما الحقيقه بار محمود عبد العزيز الاخرين رفعت جمال هو الاسم الشخصيه الحقيقيه، خاطر رأفت الهجان اسم مستعمل مش مستعار. اسمه الاولاني اللي لقاوه به معناها الجاسوس الحقيقي المصري اسمه رفعت الجمال. فهمت. وحتى التوا بون، حتى التوا مازال تخرج راهو حكيت في الصحافه الغربيه على انه كونكوا رفعت جمال كان ان دوبل اجون يخدم لمصر والكيان الصهيوني. اما نحب نقعد نبقى مصدق لا انا الفيرسيون نتاعنا نتاع نتاعنا اي نتاعنا بيان سور هو اي هو بطل العرب. فهم وقت اللي تعدى اسكيل باري كانت فما نوع من شحذ الهمم كبير ياسر ورفع من معنويات كبير ياسر في العالم العربي كله. والتوى المسلسل كي تفرج فيه تحس بالانتماء. محمود عبد العزيز يا رحمه الله. هاي ويتيك حد انت لين فترة فيك تتسويت EFM 6-9. حلقة الجمعة 22 مارس 2024، 12 رمضان 1445. كي العادة لقيت هذي نعمل دورتنا على أخبار الـ 24 ساعة الأخيرة في 24 دقيقة. ياسمين بن نور، صباح الفل. صباح النور. أمورك باهية؟ الحمد لله. باش ننطلقوا بقيس سعيد اللي حكي على النقل جوا وبرا. قال قبل قيس سعيد، قبل قيس سعيد البارح الخميس 21 مارس 2024، بقاس قرطاج وزيرة التجهيز والإسكان المكلفة بتسيير وزارة النقل سارة الزعفراني أكد على ضرورة الإسراع في وضع الاستراتيجية وطنية للنقل العمومي باش نخرجوا القطاع من الوضع المتردي اللي هو فيه نتيجة للسياسات اللي تحطت من التسعينات وأدت لتغييب شبه كامل للمرفق العمومي للنقل إلى جانب
جانب عديد المرافق العمومية الأخرى. رئيس الدولة حكى زيادة على وجوب إيجاد حلول آنية للمعضلة اللي يعاني منها قطاع النقل العمومي في انتظار وضع الاستراتيجية حيز النفاذ، وحكى على المواطنين اللي كل يوم يعديوا ساعات طويلة يستنوا في وسيلة نقل عمومية، واعتبر أنه من غير المقبول أنه عدد الحافلات في تونس الكبرى ما يتجاوزش حوالي 300 حافلة ولا أكثر شوية، وتقلص أعداد عربات المترو المستغلة بنسبة 75%. في نفس الإطار حكى على القروض اللي تتحصل عليها الدولة التونسية، هي أغلب الوقت تكون لشق طرق جديدة ولكنها لا تتمكن من الحصول على تمويلات لتطوير قطاع النقل العمومي من حافلات وسكك حديدية ومن قطارات. ثم إن إذا كانت تونس تشكو من حالة الكارثية للنقل العمومي بحجة فقدان التمويلات، فمن أين تأتي الأموال لتوريد سيارات من الخارج؟ وعدد غير قليل منها من السيارات الفخمة بمعدل 10,000 سيارة كل شهر تقريبا. حكي على فكرة أنه النقل الجماعي الخاص ما ينجمش يكون حل للمشكل هذية، علاوة عن أنه الظروف في الوسائل لا يمكن أن توصف إلا بأنها غير إنسانية وتمس من كرامة البشر. تناول كذلك اللقاء زاد وضع الخطوط الجوية التونسية اللي كانت في وقت من الأوقات مفخرة لتونس على الصعيد العالمي، ولكنها تراجعت بشوية بشوية وقالت إلى ما قالت إليه من وضع يطلب تدخل. أكد كيف رئيس الجمهورية أنه عملية ضرب الخطوط الجوية التونسية لا يقتصر على الفساد اللي في داخلها والانتدابات غير القانونية اللي عرفتها خاصة منذ سنة 2011، بل يهدف إلى التفويت فيها، وقال أنه لن يكون هناك أي تفويت لا في الأرض ولا في السماء. هو مشكلة الانتدابات اللي صارت في 2011، ربي يرحم بيجي قايد سبسي وربي سامح النهضة، قد خم في مش في النهضة نقولها ولا في ربي سامح ولا مشكلة الانتدابات اللي صارت في 2011 لعشر أيام ما زلت البلاد تعاني منها في كل القطاعات. أما نحكيه على قطاع النقل سبيسيالمون، مثلا الأساسيات بتاع المواطن شنو هي؟ نقل، صحة، تعليم. أي. التعليم قالوا ضربناه فما شكون يضرب فيه لحساب التعليم الخاص. أي. الصحة فما شكون يضرب في السبيطارات اللي صالح الكلينيكات. النقل هم فما حتى حد، فما شكون يعمل في نقل خاص، أما وحده معناه يكاور وحده. فهمتني شنو نقصد؟ يكاور وحده وجاي ثاني النقل العمومي. سي دون سو سونس. معناها نحكيو على عدم كفاءة بخلاف الفساد. فهمت الفساد؟ اوكي متفاهمين مع الرئيس قيس سعيد انه قاعد ينخر في المنظومات الكل، اما زاده لانكومبيتونس اللي موجوده على مستوى المسؤوليات في القطاعات المهمه والحيويه الكل في البلاد، هي زاده مسؤوله على تردي الاوضاع كوسوسوا في النقل والا في باقي القطاعات. من رئيس الدولة نتعداو لوزارة الداخلية اللي كشفت عن شبكات جديدة للاحتكار. أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها البارح الخميس 21 مارس أنها خلال الفترة المتراوحة بين 11 إلى 20 مارس تم حجز حوالي 461 طن من الخضر والغلال، 161 طن من مادة الفارينة، 43 طن من مادة السميد، 38 طن من مادة السكر، وكميات متفاوتة من مواد غذائية مختلفة. للغرض تم تحرير 373 مخالفة متعلقة بالمخابز، 2137 مخالفة متعلقة بالخضر والغلال، 3235 مخالفة متعلقة بالمواد الغذائية، إضافة إلى الاحتفاظ ب 23 شخص وحجز 180 وسيلة نقل. الأخبار اللي بعده يحكي على التمديد في فترة إيقاف فريخة والهاروني. قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي البارح الخميس 21 مارس التمديد في فترة إيقاف وزير النقل الأسبق والقيادي بحركة النهضة عبد الكريم الهاروني والنائب بالبرلمان المنحل عن حركة النهضة محمد فريخة لمدة 4 أشهر إضافية، وشمل الإجراء نفسه مدير عام لإحدى الشركات البترولية العمومية في قضية موضوعها شبهة فساد مالي وإداري في صفقة عمومية نجم تكون استفادت منها الناقلة الجوية التابعة لفريخة في وقت سابق. نحكيه على موضوع كان شغل في فترة ما الصفحات التواصل الاجتماعي، نحكيه على لسانتر دو مساج العشوائيين واللي نشوف فيهم يعملوا في برشا حاجات ما همش عاديين وخارجين على كل ما هو تدليك. ويلي بن عروس قرر يحكي في الحكاية وأمر بالتصدي للظاهرة هذه.
أشرف ويلي بن عروس عز الدين الشلبي البارح الخميس 21 مارس 2024 على جلسة عمل انعقدت بحضور كل من المديرة الجهوية للصحة والمعتمدين والكتاب العامين والمكلفين تسيير البلديات، وناقشوا سبل مكافحة انتشار مراكز التجميل والتدليك العشوائية اللي تجري في تدخلات هي بالأساس من مسؤولية ومشمولية طب التجميل ويستخدموا في البنج والإبر والمعدات الطبية بغير دراية دون احترام لشروط السلامة الصحية وفق اللي أكدوا الحاضرين في الاجتماع هذا. وقرر الوالي إحداث لجنة جهوية تضم كافة الأطراف المدخلة فيها لجان محلية تحت إشراف المعتمدين لاتخاذ الإجراءات المناسبة في الغرض حفاظا على صحة الوافدين على المراكز هذه، مع الرفع في عملية المراقبة لبعض الفضاءات أو فضاءات التدليك ومعاينة الخدمات اللي توفرها بعض مراكز الشبه طبية للمواطنين. لسانتر دي سيتيك احنا كنا حكينا عليهم برشا مرات في الو اي اف ام، كانت عنا الميسيو ونحكي حكينا على مثلا الوتيليزاسيون بتاع اللازير في الابيلاسيون، كيفاش انه نورمالمون طبيب مختص هو اللي يقوم بها، هو اللي يستعمل اللازير خاطر نحكيو على ماكينة مخترة كمان، اما تلقاها موجودة في دي سانتر بتاع شو يسمى تجميل بارتو في البلاد، وما عندهمش طرق الاستعمال الحقيقي الصحيحة، وبرشا اكسيدونات بتاع حروقات وغيره. هو ما نجموش نقول اكزاكتو بيان سور بخلي في لي سنتر كيما قلت نتاع المساج اللي تلقاه مش مساج رمضان ونهار جمعة اخذنا من التفاصيل، اما ما نجموش نقولوا الواحد حكى على مشكله وقال نحاربوها مش من حقك، يعطيه صح عز الدين شلبي، اما نورمالمون ما يتحركش هو، يتحرك قبله مسؤولين في وزارة الصحة ومسؤولين فهمتني ووزارة الداخلية بيدها وغيره، هو يعطي الصح مش خدمة غيره، أما وي دون ان سونس وي فهمتني شنو نقصد، بادر يعطيه ألف صحة إن شاء الله الوزارات معناها كيفاش يقولوا الإدارات المعنية بالأمر يمشيوا في الاثنيه هذيا. باه احنا باش نسمعوا اف ام اكسبريس مع سيل مهلال، بعد شويه باش نحكيوا على نقابه الصحفيين اللي حكيت على قانون التصوير في الفضاء العام. في دقيقه حلقه الجمعه 22 مارس 2024 12 رمضان 1445، مازلنا في دورتنا مع اخبار ال24 ساعه الاخيره في 24 دقيقه. ياسمين بنور باش تحكينا توا على موقف نقابه الصحفيين من قانون التصوير في الفضاء العام. أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ البارح الخميس 21 مارس وأنه لا يمكن حسب المعايير الدولية والدستور التونسي في الفصل 37 ممارسة رقابة مسبقة على الحريات العامة كما حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر، وهذا على خلفية متابعتها للجدل الدائر داخل المهنة الصحفية حول حرية التصوير في الفضاء العام لغير حاملي وحاملات بطاقة صحفي محترف أو ترخيص للتصوير. نقابة الصحفيين أكدت على أنه لا يمكن الحد من حقوق والحريات إلا بمقتضى قانوني راعي في صياغته مبادئ الضرورة والتناسب في تقييد الحقوق والحريات ويحترم الشروط المنصوص عليها بالفصل 50 من الدستور التونسي، وأنه أي إجراء يتخذ خارج الإطار هذا هو ضرب للحقوق والحريات. أكدت النقابة أنه لا يجوز إخضاع عملية التصوير في الشارع لإنتاج محتوى لوسائل الإعلام والشبكات أو شبكات التواصل الاجتماعي لمقاربات تستخدم حجج من قبيل الإساءة لتونس في الخارج أو المساس بالكرامة، وقالت أنه المحددات هذه توضع وتناقش وتقيم من جهات ذات اختصاص مهني ودور تعديلي وما تكونش بالرقابة المسبقة حتى إذا كان ذلك بحجة تنظيم الأنشطة في الفضاء العام وفق نص البلاغة. واضح شنا تعداول هيئة المحامين اللي يبدو قاعدين يعيشوا في حالة غضب كبيرة ياسر. استنكر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس في بيان أصدره بمناسبة عيد الاستقلال ما وصفه بتردي واقع الحريات في البلاد والتضييقات المسلطة على المحامين وغياب نية لإصلاح السلك ككل، وأكد أن المحامات لن تتوانى عن الدفاع عن مكتسبات الشعب التونسي وتطلعاته، وذلك باستعمال جميع الوسائل النضالية بدءا من المقاطعات والاحتجاجات وصولا للدعوة إلى انعقاد الجلسة العامة الخارقة العادة
لعموم المحامين للتداول في الأوضاع وإقرار التحركات النضالية القصوى. ندد المجلس الهيئة زيدا بالإيقافات والإحالات للعديد من المحامين الناشطين السياسيين اللي أصبحت تجسيد لقمع الحرية أو حرية التعبير ومصادرة الرأي المخالف وفق نص البيان، وطالب بالإفراج الحيني عنهم احتراما لقرينة البراءة وللحق في محاكمة عادلة في زمن معقول. استنكر كذلك مجلس هيئة المحامين ما وصفها بالتضييقات الخطيرة المسلطة على المحامين أثناء القيام بواجب الدفاع خاصة أمام الفرق الأمنية وإدارات السجون والإصلاح، وقالوا أنه هذه الإجراءات هي إجراءات تعسفية تمثل انتكاسة لحقوق الدفاع وللضمانات الشرعية للمواطنين. الموضوع حكينا فيه في أول نهار في رمضان، قلنا أنه سوم كيلو اللحم غالي ياسر وأنه التونسي ماهوش قادر على 45 و 48 و 50 دينار، وكنا نتوقع أن الكونسوماسيون باش تيح، لكن بيزرمو التونسي نو سولمون لم يقاطع وإنما الكونسوماسيون تاعو للحم في العشر أيام الأولى زادت. هذا اللي أكده رئيس المدير العام لشركة اللحوم طارق بن جازية في تصريح لي الخميس 21 مارس. تواصل إقبال المكثف المواطنين تلت العشر أيام الأولى من شهر رمضان وعدم تراجعوا منذ انطلاق توافدهم على الشركة، نحكيه على شركة اللحوم، شركة الوطنية اللحوم، وإقبالهم في تزايد مستمر اللي خليهم يكثفوا من مجهوداتهم لتوفير كميات لازمة من اللحوم لفائدة المواطنين، وبين أنه لتنظيم العملية تم تحديد كمية التزود بمعدل 2 كيلو لكل مواطن، هذا اللي خليهم يسجلوا بيع نحو 10 أطنين بين اللحم العلوش والبقري، والعملية متواصلة بمعدل 1.5 طن يوميا. سي خالد، هذا يبين عدم صحة مقاطعة التونسي للحوم الحمراء بل تفضيله شراءها بأسعار تراعي قدرته الشرائية. ذكر بن جازية أو ذكر أنه اللحوم بالشركة تتباع بأسعار تفاضلية، وهذا نحكيه على 32.800 فرنك للعلوش، 32 دينار 800 فرنك للعلوش، اللحم البقري في حدود 31 دينار اللي وضعت على ذمة العموم. نحكيه على تورناتا ونص الحم تبارك الله من عند شركة اللحوم، بخلاف اللي تشيروا فيه مع الجزارة اللي هو أكثر برشا، يعني خمسة ستة عشرة مرات أكثر نكونسوميه الحم تبارك الله، 45 50 حتى 100 دينار نقدر نكونسوميه الحم. به صندوق السعودي للتنمية يمنح تونس قرض لتطوير سكك نقل الفوسفات. أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشيني نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد البارح الخميس 21 مارس بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء، تم تداول الموافقة على مشاريع القوانين والأوامر اللي من بينها مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية المساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفوسفات. جاءت مشاريع القوانين أخرى زيادة، مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الطرقات، مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، مشاريع الأوامر، جاء مشروع أمر يتعلق بإحداث المستشفى المحلي بقلعة سينين، مشروع أمر كذلك يتعلق بإحداث المستشفى المحلي بالحنشة، مشروع أمر كذلك يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لاستكمال إنجاز مشروع التصرف المندمج للغابات هو في مرحلة ثانية، وبضبط تنظيمها وطرق سيرها مشروع أمر آخر زيادة يتعلق بالتمديد في أجل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إصلاح التعليم العالي بهدف دعم تشغيلية خريجي التعليم العالي. حتى احنا مستمعين رانا مانيش فاهمين اش معناها التصرف حسب الأهداف، أما قاعدين ننقلوا في الأخبار روكا هاو كيما جينا عند كما مش جينا كما لقيناه عند رئيسة الحكومة. نتعدوا الملعب المنزة هاي. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قامت البارح الخميس 21 مارس بإجراء معاينة ميدانية الملعب الأولمبي بالمنزه الوقوف على الإخلالات الحاصلة وتحديد المسؤوليات، وسبق أن تحدثت وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني عن أشغال ملعب المنزه المعطلة وإمكانية الاستنجاد بشركة صينية لإتمام الإصلاحات، وأكدت أنه مفماش قرارات في الصدد في هذا الصدد في الوقت الحالي. قال زيدا احنا بصدد التفاوض
الخوض والكل يعرف اللي صارت اللي صار في سيل الأشغال بملعب المنزح المنزه صرحت زيدة الوزيرة خلال زيارتها نهار 23 فبراير فما إجراءات قانونية بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة وزارة التجهيز صاحب منشأة مفوض ووزارة الشباب والرياضة هي صاحبة المنشأة لهذا باش نتخذوا القرارات مع بعضنا وسنرى ما يمكن فعله في الغرض. وقال زيدة سر الزعفراني المؤكد مانيش فرحانين بنسق أشغال ملعب المنزه. في نفس الوقت البارح ماني نعدي في داكشواليتي عرضني الخبر هذايا وعرضني خبر قرار المغرب انشاء اكبر ملعب في العالم الملعب اللي خذته شركه مقاولات بريطانيه. نحكيوا على ملعب السعه نتاعو مش يكون 115 الف متفرج يكون حاضر في فعاليات كاس العالم 2030. انت فين ألعاب الفيديو تعزز خطر العجز الجنسي؟ نختمو بالخبر هذا يتفضل مدام. دراسة صينية خلصت لأنه كل 1.2 ساعة يقضيها الرجال في لعب الألعاب وألعاب الفيديو يوميا تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالعجز الجنسي. وشملت الدراسة أكثر من 200 ألف رجل يتراوح أعمارهم بين 40 و 69 عام هما يمارسوا أنشطة ترفيهية كما الفرجة على التلفزة التجول في السيارة لعب الألعاب ألعاب الفيديو. الباحثين قاسوا مستويات الهرمونات الجنسية للمشاركين بما في ذلك هرمون تستوستيرون اللي تفرز الغدة النخامية في الدماغ ويؤثر على وظيفة المبيضين عند المرأة ويحفز إنتاج الحيوانات المنوية عند الرجل بما في ذلك هرمون التستوستيرون والهرمون المنشط الحوصلة اللي هو الـ FSH وكذلك مستويات الاكتئاب والقلق. ولقاو أنه استخدام الكمبيوتر ولعب ألعاب الفيديو مرتبط بانخفاض مستويات الـ FSH هذية في دم المشاركين. وربطت الدراسة وأنه قضاء 1.2 ساعة من وقت الفراغ ما بين ساعة ودرجين وساعة وربعة من وقت الفراغ في لعب ألعاب الفيديو واستخدام الكمبيوتر بزيادة خطر الإصابة بالعجز الجنسي بمقدار 3.5 مرات ونص ضعف. كيما زيدة تربط انخفاض مستويات الهرمون هذي بانخفاض الرغبة الجنسية والعقم وانخفاض الطاقة. لكن ليتود تقول راهو فما فماش علاقه سببيه محدده. اون بلوس نعاود فكركم انه ليتود تحكي على اللي اعمارهم ما بين 40 و9 و 60 عام. دونك على 200 الف مواطن قاموا بالتجربه جماعه يتفرهدوا بالتحويس في الكراهة جماعه يتفرهدوا بالفرجه على التلفزه وجماعه يلعبوا الفيديو لقاو لي جو فيديو كسوا على الاورديناتور على البلاي ستيشن على لي كونسول ولا حتى على التليفون اللي عمرهم ما بين 40 و 69 سنة فما لقاو عندهم ارتفاع في خطر انخفاض مستويات الرغبة الجنسية. انتوكا في آخر الاتيود في الكونكلوزيون متاع الدراسة الصينية هذي يقولوا راهو مازلنا لازم نتعمقوا في الحكاية دونك ما نخافوش برش خطر جو فيديو بي 49 نعرف برش عبيد من 49 سنة يحبوا يلعبوا فيفا ويحبوا يلعبوا ببجي والجو هذيك الكل ما نكثروش وكهو ناخذوها الحكاية شوي شوية ما نكثروش ساعة ونص برشا كميم ولا ساعة ودرجين في النهار برشا كميم دونك هكا في بالنا بها الحكاية ما نكثروش نسيس على روحنا وميرسي بوكو ياسمين بن نور على الخبر هذي اللي فرح برشا ميرسي بوكو سامحة وثلاثة كتير حيانا نعرف احنا عنا الفترة فيك تاو مدام مرحبا بيك مرحبا بيك نعديو لفترة فيك ميلا صديقي بعد شوية نخرجوا فاصل نسمعوا الموسيقى بعد شوية عندكم موعد مع ايسيك في الفرص الأربعة هذه جيهن EFM 6-9 أمين المهيري اليوم ماهوش بحثينا في الاستوديو معانا في التليفون. أمين صباح الفل بيه النور خالي أمورك بيه يا بابا الحمد لله انا زعما كلكم راه كيفاش هلا غالبا اليوم فرا ما فهم برشا مبوطياش في الشرقيه دونك ردوا بالكم في الشرقيه هكا هو باه الاربع فرص نتاع اليوم باش نبداوهم امين دونك اليوم عندنا في هولندا اي طالبين انجينير اي كون قاري كونستركسيون عليها جيني سيفيل جيني سيفيل وعنده مع الاي تي اوكي جيني سيفيل وعنده معنا انفورماتيك اي يدلوا خاطر هما عندهم صالير مش خايب تاع 300 يورو دونك شاتيوه كيف وين يسكن وفرد وقت تاتيوه موان ترونسبور دونك
ام moyen de transport مش مصروف الترانسبور يعطيو كهرباء معناها ان توكا يعطيو معناها كيفاش يعطيو كيفاش يتنقل ان توكا مش يعطيو كهرباء ما على ذمته وسيله نقل ان توكا باهي مش باش يقعد يصرف على الترانسبور نتاعو من المستاج للدار اللي باش يسكن فيها دونك يبدا عامل جيني سيفيل مهندس وعنده دي كونيسونس ولا عامل ديبلوم في الانفورماتيك كيس حاجه الحكايه ما سي نورمال نحكيو على هولندا ونحكيو على ان بون سالير كم استاجير باهي من هولندا وين باش نمشيو من هولندا نسافروا لتركيا بعدين قرر 17000 تركي شديدة تدير ماركة ريسيرشر معناها واحد باش يخدم ريسيرش دو مارشي داكود دونك تلبينو يكون عنده ليسونس في الماركتينغ هذا لو مينيموم ولو نيفو دونجلي كالعادة على خاطر غير لو نيفو دونجلي ما با تنجم تكومونيكي معناها دونك ماركتينغ عامل ماركتينغ وعنده ان بون نيفو دونجلي اكزاكتومون هذا الشيء يخلص هذايا هذايا باش يخلص 17000 تركي شديده 17000 تركي شديده عنده 1 بير دي معناها عنده وجبه في النهار يوفروها له بلوس ان موان دو ترونسبور بلوس وينيوس بلوس ان موان دو ترونسبور بلوس وينيوس كن باهي هولندا تركيا وثم هولندا تركيا برازيل برازيل دونك برازيل عن انجينيري الكتريك باهي هنسى هنسى وي الكترونيه فوالا الكترونيه عاد هنسى كهربائيه كهربائيه اي كهربائيه انا عندي فرق كبير دونك 370 اورو اي اللي هما 2000 برازيل ديال وعندهم لونجلي ريكويرمنت اي كيف كيف لازم لونجلي ولازم يكون عنده دونك انجينيري معناها لازم يكون انجينيور وعنده كيف وجبه في النهار وعنده اموان ترونسبور وين يسكن قداش يخلص هذايا قلت لي في البرازيل هذايا 360 اورو باهي دونك مهندس كهربائي كوا باهي يدخل على الايسيك مون ويرك بوينت انت يلقى له في البرازيل اما اما جوست الاوبورتونيتي هذايا 3 شهور كهو دونك بويسكو لا ديوري ماهيش طويله برشا دونك سي نورمال انه ما يكونش عنده برشا دي بينيفيس معناها واللي ينجم تك تك فوالا اذا ورى اللي هو يستاهل كونترا طويل باش يعطيو كونترا طويل باهي نخت موي باهي دونك من البرازيل نمشي للهند كي العاده اليوم ماشيين في الانجينيري والاي تي دونك اي تي هذايا باهي 4 شهور في الهند دونك تلبي شكون عنده مع الكمبيوتر ساينس معناها قاية انفورماتيك لونجلي نتاعو ان نيفو بيان ديتيرميني كالعادة باش ينجم كورديني يخدم مع العبيد غاديك ويعيش معاهم وعندك عنده بلاصة وين يسكن هندسة في شنو في الاي تي قلت لي صباح الخير مهندس في شنو في الاي تي لان ماهوش مهندس هذوما طالبين شكون قاية انفورماتيك اوكي باهي داكوردو باهي دونك لازم يكون عنده معناها ليسونس مثلا في الانفورماتيك ولا اللي هو افيك كيما قلنا خالد ديما نقولوا السكيلز نتاعو مهمين برشا في البروسيدور تاع الانترفيو تاع السي في نتاعو اللي باش يحطو اي تو سا بور لا كريديبيليتي تاع البروفيل نتاعو معناها واضح كمان باش يكون عنده بلاصه يسكن فيها وباش يخلصوا غيره بيان سور بليش وباش يكون عنده امان ترونسبور باش يعطيوه براتيكمون كيما نقولوا بوكيت ماني نسميوها احنا يقعد مصروف يعيش بيه هذيك اللي هو 80 اورو 80 اورو ثلاثة شهور هذوما 4 شهور أربع شهور ديما نرجع نقول 4 شهور توريش عندك باش تخرج وراك تفاسون توريش عندك واذا كان عندك ما تقول في روحك شات كان كونترا دو لونغ ديوري كيما اكثر من 80% من لي جون اللي قاعدين يخرجوا مع ايسيك تونس ميرسي بوكو امين ميرسي بوكو ان شاء الله نتلاقاو النهار الاثنين في 4 فرص جديده للعمل خارج حدود الوطن في الساعه الثانيه باش نحلوا الدوسي على باي بال خليكم معنا توا الميتيو الاخبار نتقابلوا ان شاء الله في ساعتنا الثانيه مساء 9 اي اف ام 6 9 اي اف ام ميتيو